السلام عليكم شباب. واخيرا اخبار حلوه المنتخب العراقي الاولمبو بقياده راضي شنيش. قرر راضي شنيش بعد الاجتماع مع الاتحاد العراقي قرر رفض المشاركه في بطوله غرب اسيا للمنتخبات الاولمبيه خلال فتره التوقف الدولي في مارس المقبل بمدينه الدمام في السعوديه، وجاء الرفض خوفا من ان يكون لها مردود سلبي على المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كاس اسيا للامم تحت 23 سنه المقرر اقامتها في قطر خلال فتره من 15 ابريل الى 3 مايو المقبل، حيث يرى شنيش المشاركة قد تعرض لاعبين إلى إصابات وتكون مردود سلبي على المنتخب. وأيضا قرر شنيش إرسال الدعوة لجميع لاعبين محليين ومحترفين لجميع أفضل لاعبين لدخول أمم آسيا تحت 23 سنة، واللاعبين الذين يحق لهم اللعب هم علي جاسم ويوسف الأمين وزيدان إقبال وزيد تحسين ومنتظر ماجد وحسين علي وعلي الحمالي أفضل لاعبين المنتخب الوطني الأول لهم الحق المشاركة كون أعمارهم تحت 23 سنة.